يعطيكم العافية، كل عام وانتم بخير. بالبداية أرحب برئيس المجلس المحلي الأستاذ عمر وايد النصار، أهلا وسهلا، مدير قسم المعارف الأستاذ جابر، بأهالي الطلاب اللي حضروا معنا. بنرحب كذلك الأمير بالمعلمين اللي وصلوا من المدرسة الثانوية بإدارة الأستاذ سمير نصار، وصلوا اليوم تقدموا لنا هدايا لطلاب مدرستنا واختارونا من بين المدارس كلها حتى يجي عيدوا معنا عيد الأضحى. فبنقول لهم أهلا وسهلا فيكم وسلمونا على الأستاذ سمير وإن شاء الله بنرد لكم إياه بالفرح. وأهلا وسهلا بالطلاب اللي وصلوا معكم. كذلك بدي أرحب بالأستاذ حمزة ماضي والفرقة اللي وصلت معه. كنتوا جنبهم عن جد، يعني أنا بالأول اترددت جدا إنكم تيجوا على المدرسة، ما كنت عارفة شو هالبرنامج اللي حاملين لنا إياه معكم بحقائبكم، ما عرفت هذا التنوع، هلقد أنتم ملائمين لهي الشريحة من طلابنا، انخرطتوا بسرعة معهم، حبيتوهم، ما حوشتونيش أحكي ولا كلمة. كل الفعاليات اللي قدمتوها فعاليات على مستوى رائع، فعاليات تربوية، تعليمية، إحنا بنشكركم كثير وبنطلب منكم إنكم تعيدوا هاي الفعاليات وترجع لعنا بمناسبات ثانية. وبنشكركم جدا على تواضعكم، على الهدايا اللي قدمتوها للطلاب، على كل شيء، على حضوركم، على انتوا اللي عملتوا لنا الحفلة، انتوا وحضوركم والمجلس المحلي والكل. فأهلا وسهلا فيكم. بشكر طاقم المدرسة، المعلمين، المعلمات، المساعدات، عاملات النظافة، كل واحد موجود بالمدرسة. المناسبة كثير عزيزة على قلبي، عيد الأضحى المبارك وعيد لنا كلنا، والتضحية لها معنى كبير. هي صحيح ذكرت بالكتب السماوية، ولكن كل إنسان بيقدر يضحي بأشياء كثير متنوعة. فإحنا بنقدر نضحي بوقتنا، بمصرياتنا، بكثير شغلات موجودة عندنا. فاليوم أنتوا الحاضرين كلكم ضحيتوا بوقتكم، أعطونا من وقتكم الثمين، أبو باسل تشرف المسجد والمعاشات والعيد، وجيت تتحفل معنا هذا العيد، إحنا بنشكرك. وطبعا كل الإخوان ضحوا، فإحنا بنشكركم كثير، بنشكر الأستاذ باسل متى، بسلم عليكم كلكم، وكان حابب يحضر معنا الاحتفال ولكن بيعتذر. فبنشكركم كلكم، وإن شاء الله هاي المناسبات بتنعاد ونشترك مع بعض مناسبات أكبر من هيك. طلابنا زي ما شفتوا كثير انبسطوا اليوم بالعيد وحسوا إنه في عنا عيد وحسوا بأجواء العيد، فبتأمل إنه ينعاد عليكم وإنتوا هادين البال. ولكن شغلة صغيرة بدي أحكيها عن عيد الأضحى، أنا يعني بعرف شوي هيك شغلات. عيد الأضحى لما سيدنا إبراهيم ضحى طلب منه ربنا إنه يضحي بابنه إسحاق، فكان قد طاقم الهيئة التدريسية في هذه المدرسة إدارة ومعلمين ومعلمات وعاملين وعاملات في هذه المؤسسة التي تقوم بدور ربما يجوز أن نقول عنه إنه مقدس، لأنها تعنى، هذه المدرسة تعنى بالشريحة، هي أحوج ما تكون إلى العناية والدفء والحنان. ومن هنا أتت تسمية المدرسة باسم الحنان، لأن مجموعة الطلاب والطالبات الذين يتواجدون هنا هم بحاجة قبل كل شيء، بحاجة منا كمجتمع وبحاجة منا كمسؤولين وكمدرسين إلى شيء من الحنان والرعاية والعطف. وفي الحقيقة أنني كلما جئت إلى هنا لمست أن هناك الكثير من العناية والرعاية والحنان يحظى به طلاب هذه المدرسة، وعلى هذا يستحقون جميعا، يستحق جميع العاملين هنا كل الشكر والتحيات على هذا الدور الذي ربما لا يستطيع الآخرون القيام به،
حتى نقوم بهذا الدور نحن نحتاج إلى مهارات وإلى قدرات خاصة ومتميزة وفريدة، وهي لا شك موجودة عند العاملين في هذه المدرسة وليست موجودة بالضرورة عند غيرهم حتى في صفوف العاملين في جهاز التربية والتعليم. لذلك اسمحوا لي أولاً أن أشكر إدارة هذه المدرسة وجمهور العاملين والعاملات فيها. الشكر موصول أيضاً إلى الإخوة من مدرسة البطوف الشاملة. باسمكم جميعاً نحيي إدارة المدرسة ولجنة أولياء الأمور فيها ومجلس الطلاب فيها الذين أتوا إلى هنا في لفتة كريمة يستحقون عليها الشكر والتقدير، وهذا مؤشر إيجابي ومشجع لطبيعة العمل في مدرسة البطوف الشاملة. والشكر أيضا إلى الأخ حمزة ماضي ومجموعته التي لا أعرف طبيعة هذه المجموعة والإطار الذي تمثله، على أي حال فهمت بأن هذه المجموعة قدمت للطلاب عرضا، فشكرا لكم باسم الطلاب وباسم المجلس المحلي. وأيضا أريد أن أحيي أهالي الطلاب في هذه المدرسة والطلاب طبعا أنفسهم بتحية كل عام وأنتم بخير جميعا. نحن نحتفل في هذه الأيام بعيد الأضحى المبارك ونستنتج ونفهم ونتعلم من اسم هذا العيد بأنه عيد التضحية والفداء، ولكن عندما بدأت هذه التضحية والفداء أو القصة التي يبنى عليها هذا العيد ويعود إليها هي تضحية الأب بابنه من أجل مرضاة الرب سبحانه وتعالى. وما نلمسه هنا، ما نلمسه هنا هو التضحية من أجل الأبناء وليس التضحية بالأبناء. ولذلك فإن هذه المدرسة تقوم على مبدأ التضحية وعلى مبدأ العطف وعلى مبدأ الرعاية التي توفر للطلاب. كان عندنا احتفال وشفت الدنيا علينا ولصنا يعني برا بالمحيلة وبالساحة وبالشارع، كانت حالتنا يعني كانت حالتنا لا نحسد عليها. فاليوم بس شفت صرنا نغني ونرقص كيفنا، عندنا قاعة هذا الشيء حظينا فيه. دغري اجت ببالي المعلمة ناس حد بقول يلا مسكيني وانت تعمل حفلتها. فبالفعل احنا بنشكر المجلس المحلي على هالطاعة ومنطالبه للمجلس المحلي كملنا الساحة تحت وكملنا الملعب وباقي الطلبات. احنا بنشكرهم على كل الميزانيات اللي اتصلنا، على كل سداد احتياجات الطلاب. صراحة والحق يقال احنا كثير مدللين طلابنا والمدرسة بشكل خاص. فاحنا هنجد بنشكرك ابو باسل وبنشكر الاخ جابر على كل العطاء اللي بتعطونا اياه. أو زي ما انت قلت الاب يضحي لاجل الاولاد وانت ابونا واحنا اولادك. مرحبا للجميع، نعم انتم بخير. انا حمزه ماضي من عرابي، من عائل في شركة بابكوم سنتر. شركة بابكوم من عرفنا شوي عليها أسست قبل 2 أشهر. فكرة الشركة بديت كحلم لعماد تلحمي صاحب الشركة اللي فكر دائما كيف بدنا نحل مشكلة وبائقة البطالة في الشمال خصوصا في الوسط العربي. فنجح علاقاته انه يربطنا في شركات كبيره في السوق الاسرائيلي مثل شركه سيليكون وشركه يس وشركه الطيران اركيا وشركات محاجبين امريكيه معروفه اللي احنا اليوم نعطيهم دعم تقني ان كان في مجال التقني الحاسوب او ان كان في مجال التقني ان كان سيلكوم اللي هو خدمة مندوبين.
السلام عليكم. كل عام بخير. في هذه المناسبة السعيدة عيد الأضحى نتعلم دروس تضحية من أجل الطلاب كما قلت من قبل. ليش أطيل عليكم؟ مدرسة تحت رعاية المجلس المحلي بكل ما تحتاجه. المجلس يقوم بتلبية كل الطلبات، وطبعا الكادر الهيئة التدريسية والإدارة المدرسية يقوم بالواجب على أحسن وجه. وفي هذه المناسبة نشكر كل جسم كل طرف بيساهم بيشارك في خلينا نسميها يعني إيجاد ظروف ترفيهية مريحة أكثر للطلاب من مدرسة الشام المطلوب، شركة بابكو، إدارة الاختيار محمد الماضي. نتمنى لكم مناسبة سعيدة، عيد سعيد، ورجاء الملاحظة المقبلة مدير المدرسة.